فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: حججت مفردا ثم تحللت قبل طواف الإفاضة وقبل السعي، فهل فعلي صحيح علما بأني لم أطف طواف قدوم؟ حججت مفردا وتحللت قبل طواف الإفاضة وقبل السعي، فهل حجي صحيح؟ نعم، إذا رميت الجمرة وخلقت راسك تحلل التحلل الأول، تحلك محظورات الإحرام ما عدا الزوجة، فإذا أديت طواف الإفاضة والسعي بعده حللت التحلل الكامل، حلت لك الوجود. نعم.